مع ما يبهج صدوركم ويسلي خواطركم، مع من يضع البسمة على محياكم. رحبوا معي أجمل ترحيب في الغالي على قلوبنا، الفنان المبدع طارق السفياني وفريقه الفني الأستاذ إبراهيم شرف والفنان محمد أرحم. بسم الله اهو بتنقص الصوت شويه. سنبدا وياكم مع مسرحيات المستبده بطولات نجم الكوميديا الفنان ابراهيم شرف. شارك في البطوله الفنان طارق السفياني، مسرحيات المستبده تاليف محمد ارحم. يا من صلى على رسول الله كل شيء باللي يصبر على ابوك، صلى على النبي. ما صوت شاك يا مرين لا هنا اسمعني، خلينا نجابرش معه يا مرين معه بابي، خلينا نتفاهم ولا نتفاهم. خاطرك بيت ابي للماء اخرج من بيتي. لا صلى على النبي كل شيء بيت ابي اخرج انا، اما ما اخرجش اتفاهم انا وانت برا. يا من صلى على النبي اطلع بس يلا لا كذا يا مرين للبي يا مرين يلا معنا مع سلامة. الله انا والمرح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمبروك للخريجين الرائعين هؤلاء الذين إن شاء الله تعالى الوطن محتاج من هذا، ولا سمعوا يدعي لهم مرهم. صلوا على النبي. سمعنا كلام الخريجين. أيوة تحية من الخريجين لكل أب وأم وأخ حضر الحفل هذا. صلينا على رسول الله. قالوا كل واحد معرف الدنيا ما ينقصه. ما نصل تقول في الجنة. صلينا على رسول الله. كل واحد معرف الدنيا ما ينقصه. وهكذا الدنيا يوم لك ويوم عليك وسنة لا لك ولا عليك، عليك الباري عليك. الواحد ممكن يشكي من ابنه بالضغط، وواحد يشكي من ابوه حاله، لكن انه يشكي من مرته هذا حاجة يمكن جديدة تعتبر ربما. تخيلوا يا جماعة الخير المرأة اليوم طردتني وانتم تسمعوا، طردتني من البيت. ليش طردتني؟ قولوا لي ليش؟ علشان حجاتكم تخبز، تقوم تخبز وطردتني من البيت. أنا أتحط أصدق على اليوتيوب يومي ليه أجزل على هكذا؟ أصدق كل يوم أنا في مشاكل 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 ليه هنا؟ أنا أصدق أبصر من أجلس لا حل، ما هكذا تبدأ أشيلني بيت أهلي ولا أشيل بيت أهلي. تعب هكذا يومي يومي طردتني من البيت. خلينا نشرب منها. اين ابراهيم؟ هذا عين ولا حس ولا خبر. الو قد يكون الرقم مغلقا لو خالي الى مدى الدياتير. كيف حل رقم تقديم ديرنم؟ ممكن لا الشبكه هذا اللي يجمع الموبايل ما مشى عليه مرقم. خلونا نعيد الاتصال. فإن كل ديالوجك قد يكون مغلقا أو خالقا. لكن أنا جبت يا من بايع وطفل واحد لقين. والله لا عيد سمعت اللي تجاوبني من هذا. ألو أنت أصلا تركز بقول لك مغلقا أو خالقا. والله لا عيد الصلاة مستدرن هذا ما هو آخر. ألو ما جددت مغلقا ويغلق له وجهي. الذي يقول هكذا عبد مني مالي صح ولا ماشي؟ تقول مالي كيف لو ما نبلغ هذا اليوم؟ خرم نفسي من جنة. الو؟ انا انت بتفهم ولا ماشي؟ الله وصلت الله. مغلق مغلق او خلي هذا التقدير. ايش الصوت الناعم هذا؟ يا بعد؟ قوي. من معي من؟ معك بنات يمن موبايل. لما وين زوجي ايش؟ زوجي هاي؟ ها؟ سالي وزع كروب. براهي! أين زينب؟ وظل ما أعرف شيء. أين أنت يا كرت؟ لك لك أم العاقي. براهي! الطيار! أين؟ كما جميل كما بس وصلت. السلام عليكم.
اهلا ما قال ابو تيار حيا بروحي الغالي ابراهيم وين امي حيا بنفسي ابراهيم اين امي حيا بروحي اين امي امك انت تطردني وحنا قلت لها وين ما تمشي في بدالك انا امك هذا كل يوم بنام بمشاكل مشاكل يا ابراهيم لا تقول اني ما تدعي علي كان بدي احد الحمد لله تخيل ابراهيم طلع تدري من البيت امامهم كلهم صح ولا ماشي هذا كان ماشي على شكل اخوه طلع تدري من البيت تخيل ليش؟ ليش؟ انا مشكلة تافهة الحمد لله ايش؟ تقوم تخبز تخبز طردتني يا عيبه مبارك ما تخبز مش دوري اليوم ليش؟ انا خبز تامس تخبز يوم من اليوم الله يسر يا ابني هذا عمي ابو علي تخبزي ما ارضى ما عمي ابو علي بالدلع يا ابا مش من الدلع هو قالوا هذا المساعدة انا قلت له علاش الباب المساعدة ولا انا امشي الحين عالي هاسلام يا ابا كيف بعالة وما تشوش الدنيا بسوي ما تشدها ما انا قصدي على ولدك تسمع كلامي ولو ما بتقول كلام بينكم يا مان قلت احنا متفاهمين كيف نفعل؟ الحين ما في شيء كيف نسوي؟ بينك رجال قلب علي اقرا رجال اقلب قلب علي انت تقول انا رجال امامك لا لا اقلب قلب علي اقلب علي قالوا سواء انت تقول لك اخبز وتقول اه يقول لك اخبز وتقول لا وبعدها صار انك سويت وانت ذيك بعد ما ليش وقالت لي غسل الصحون على بد وانا قلت والله ما اغسل قالت والله لو ما تغسل انا قلت والله ما اغسل الا بما حامي وحمد ما غسل بما حامي اغسل بارد والله ما اغسل ايوه والله هذا انا بس والله ما اخبز الا لما تعيني غاز وين ما غسل علي هذا ايش هذا ابو زيري داير كيف نفعل يا ابراهيم كيف نسوي ذا اول ما رايت سريع الله يغسل اليوم الله 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 معيد ايوه حرق هذا يا ابراهيم طبعا هذا ابني ابني وعلى ما قال مدلاك وبربلك ضربته انا مش انتم فاهمين الانظار حقنا ما يسالني يا ابني كيف يدعو امنا لا وبربلك ما ايوه خاويده ابني هم ما شاء الله لا بشي ولا شي شكيله هكذا وابني دائما احبه ويهمه لا 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 حق منه لا لا الله 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 هذا ما حق يا ابراهيم عادي انا بحبها فيها وقلت بس من حق امي وانا بنت حاجة قبل ما انا قلت لهم اخبز ما رمك ما ما تحكي ما تحكي ده حكي اللي عاكي بتسوي كل يا انا اسير ادور لي عمل ما ادور لك عمل اين هو ادور عمل وعدها ما بتقرا ولا شي تفكري بتقرا وين بتقرا يا ابراهيم يا ابا انا شتوقع اصدق اعلامي شيل الاعلامي مذيع الاعلام هو المذيع دائما يبدا من الدراسه اللي هو ما حد يبدا وايد من الدراسه وذا انت ما كنت شيل اعلامي وما كنت مجحش يا ولدي هو يقول لي ما يقول لك من قالوا اي قالوا 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 ما ترى من اللي قالوا؟ شو قالوا ما قالوا؟ يعني شو اعلامي؟ ايوه بعلامي طيب خلاص تبقى اعلامي سكوريني قبل اخر واجي ابدا اقدم في حد على ما تستفعل لانك اعلامي ولا غراقك انا اعلامي ولا ما انا اعلامي؟ ماشي يلا كأنك بداية بتقدم في عمل وريني يلا وانا واحد من المستقبل انا مستقبل يلا بسم الله الرحمن الرحيم هيا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ايوه انا بسم الله ادخل على طول يلا ابدا يلا يلا ما بعد الحين ابدا قدم بسم الله الرحمن الرحيم بعدين الحمد لله الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ما بعد الحين زين واجد ها ادرش يا ابراهيم تكلم تكلم ها ادرش كيف ادرش تكلم تكلم يلا بسم الله عطينا عطينا أدرش ماشي ما مش أدرش تكلم ما بعد أتكلم الأهل الكريم الحفظ الكريم بسم الله يا أخي بسم الله الرحمن الرحيم تعال تعال ما جاني كيف يقدم الواحد يا تنحي يا قدمها قدمها قدم ما هو مسيا
يا بابا يا الجنس يا بابا انت يا بابا الله مري المسيس والله انت يا بابا كدوم دلعش من انا ومن والله من عرين قلع عشر سنوات اول من نفسنا يا رادي ثالث من نسوي هلا عشان بنصورون احنا كنا من لوكيشن ولا بسرعة لا هيا انت صح يلا شكرا دارني يلا بسم الله الرحمن الرحيم خلاص خلاص يلا تقريب 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 ليه بالتقريب هذا غير بدا يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم خلاص ولا تبي بعد هذا الكلام يا فرم هذا غير بدأ يلا ودك بقى سريع مع عمال قولوا ما هم عملنا يبدأ بسرعة عمال يلا يلا بس هي شعرت حاجة خير ما بيطعني خلاص خلاص يلا بسم الله الرحمن الرحيم خلاص يلا خلاص يلا جرب جرب مرة ثانية يلا خلاص لي يا ابراهيم ماشي 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 هكذا والله ماشي 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 يا اخي الاخضر مضيع مضيع ترازي مش لي انا ابغى يعني ما ادري ايش فيها ما ارتاح دورنا كرسي دورنا كرسي واحد دورنا كرسي يلا دورنا كرسي هلا 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 ايوه سامي يا استاذ انا ارتاح ايوه التلفزيون يلا انا ماشي قطع مزرعه يا سامي هذا التلفزيون هذا التلفزيون تمام وانا على وصل ابصر على اساس اولع التلفزيون ابصر النشره يلا يلا دوبك النشره وريني بعد اديك بعد ابدعك بحركاتك هذا أمي دينه وقعوني يلا خلونا نسأل نشرة ساعة 9 وقت نشرة واحد يوصل الخبرين ويرقد أها ترك ترك قالوا ترك ولا ما نحن ترك ترك شنو جاك على ما تعرف الخبز عندي ما بترك عندي ترك ترك مثلا إيش يلا ترك أعيد من اللي صار يلا ترك وكما سمعتم هذه أجل الأخبار لليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت أخرت مكنا أبنى مكنا بريم عيسى تسعاني ولو على مكتوب الحق يا أخبر بزرعة أما كن عام لم لا يبراني أنا بدأ وقت نشير بداية نشير أيوة بداية نشير يلا ترك الخبر سمح يا مش بالضبط هذا كله إن شاء الله أبي شيء أي غلمة نعم ماشي شيء والله أي انت ابراهيم اوصل اول لعبه تلفزيون ايوه اقعد مؤدب مخلق بسم الله الرحمن جنتلمان مؤدب مع المستمعين ايوه مع الجمهور كيف يحبوك كيف يحبوا المذيع كيف يلا تحت ترك السلام عليكم ورحمه الله اهلا بحق الجمهور اهلا مستمع بها الله الله تعالي لها هذا الإعلام المخلق ودي بسرعة قلقة بسرعة قلقة عمدي بسم الله قالوا عمدي يلا يلا حيلة مان مبارا يلا شنب شعر شعر بالخوف يلا يلا بسرعة أبسر الأخبار ولا لكم وربك عبر يا يلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شيخ الكريم انا شايد والله اني افكر بالله ابدا في البدو مشي شوي ما تشعر حالي هذه بعدين ما فاجعل بس الريما ما مع اول مدرسة صاحبي اعطي بقنا جلبي انا هدف الريما الريما يا الله اول شو ولا تراك بسم الله الرحمن الرحيم نقوم ب... ثم نقوم بالتحرى ما مش بطالة تدريمو تراك بس راحة بصالي ابوها اقلب 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 يلا ولا من جديد يا الله يا رب بسم الله الرحمن الرحيم شيئا يا طيب ما نقوم بدي اقدر ما نقوم انا عمر وانت ما تشتلي وانت ما تعجر قلي عصدتني التلفزيون هذا ما عصدتني عصدتان ما ولا
كلكم بدر تيري حاجة حالية وانت كان على كان واحد انا انت اقول لها ثانية اللي بنية يوجي يلا يلا مرة ثانية اهلا اهلا تحية نجم الراحة كنانة يترسل حليفة اهلا حليفة شاهدونا في قناة السعيدة في رمضان سعيد وعيد عيد عيد سعيد إن شاء الله برنامج أو مسلسل اسمه قريبة إن شاء الله في قناة السعيدة حي الله يحلي نكمل ونشابه مع الشتي دخلنا الله يلا صلينا على رسول الله الله مسلسل يا إبراهيم ما قال والله ما عن سدنا وكمل معك نسوي يا ولا شيء نكتب إلى هذا يا أستاذ انا بشتري بس ابراهيم شوف اذا تشيل تدخل اعلام ولا تدخل علم ولا اعلام مو سهل مهمه اكيد ضروري ما تجي تشتري في دراسه ذاك نعم. من بدايتها وتجي اوائل مش ما هكذا وهكذا تسمعني هذا رقمات ايوه تسمعني مو سهل والله من اليوم يا ابراهيم تعز مني وتبدا تدرس ومن مدارس الامانه بيدرسون فعلا دراسه حاليه ومن اهم هذا المدارس للامانه انا تقريبا للمره الرابعه وانا اقرا مدارس النبا سمعوني لهم اقوى تحيه المستقبل ان شاء الله تعالى يكون واحد لليمن واليمنيين وصلنا لختم المسرحيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الفنان طارق السفياني والفنان محمد أرحم يا طالب العلم أبشر قد غدوت لنا عزا ومجدا وبالأمجاد نفتخر هدمت روحا بأصناف العلوم وقد سموت فوق جيوش الجهل تنتصر قد كنت في أول الأيام نبتتنا بالدمع نسقي وللأثمار ننتظر الكل في سعادة لممارسة الرياضة فالجسم في إفادة والقوة في زيادة هيا إلى الرياضة هيا إلى الرياضة فقرة عروض رياضية رحبوا معي أجمل ترحيب لفرقة فيري آرت والمركز اليمني للتريكس بقيادة الكابتن الرائع أكرم العماري
هناك طفلة في المراكز.